ريال مدريد عنده فرقة مميزة بس محتاجة تتجدد، صح، وعناصر كتيرة مهمة كبرت شوية في السن، معدل الجري قل شوية في ريال مدريد، لكن مانشستر سيتي هو أقوى فريق في العالم دلوقتي. إن أنا سامعك حتى بتتكلم إن تقول إن جوارديولا ما بي في لعيبة مهمة بتمشي كل سنة، وهو بيجدد الدوافع، هو أشطر مدرب بيعرف يجدد الدوافع، صح، مع الحفاظ على شخصية الفرقة. هو ايا كان اللعيبه اللي بتلعب، بس هو بيلعب بنفس السيستم وبنفس الطريقه وكله بيخش فيها بسهوله جدا يعني. بالظبط، فهو عنده سيستم واضح ومن المدربين طبعا الكبار دلوقتي على مستوى العالم. والمان سيتي لا يعني فرقه جامده جدا. ايوه بس احنا هنفضل ده. هنفضل لحد امتى بيب جوارديولا معذبنا في حياتنا يعني؟ بيعذبنا في برشلونه وبيعذبنا في مانشستر سيتي، هيفضل مطاردنا لحد لحد امتى؟ كورته الاستحواذ على الكوره دي، هو كمان بقى ايه طور نفسه حتى جوارديولا. ايوه بيستحوذ، وكمان بقى فيه ايجابيه على المرمى. ايوه بشكل غريب يعني، كان قبل كده بيستحوذ وبيضايق الفرق اللي بيلعبها. لا وما كانش بيدافع كويس، بقى يدافع كويس كمان. بالظبط، بقى بيدافع برضه يا كريم. لما بيكون انت عندك مدرب بتشتغل في نادي زي المان سيتي وعندك امكانيات ماديه قويه اللي تتعاقد مع افضل اللعيبه في العالم، دي بتساعده. صحيح، لكن هو مدرب عنده فكر عالي جدا. صح، ويمكن انا مش عايز اقول كده عشان كابتن حسن شحاته كان بيحب يلعب بشكل مماثل شويه الاستحواذ، وان هو يمسك كوره ويضايق الفرق اللي كانت في افريقيا اللي كانت بتتميز علينا اكتر شويه بالقوه والسرعه. انت كنت بتتعبهم عشان يقطعوا منك الكوره. صح، ما كنتش بتديهم الكوره عشان ما يعملش عليك خطوره. ده اللي عمله النهارده بيب جوارديولا بالظبط قدام الريال. كنت بسمع دايما، كنت بحضر تدريبات كابتن حسن وبسافر معاهم في الماتشات بتاعت افريقيا وتصفيات كاس العالم. فكان دايما يقول لهم انا عايز الكوره دايما في رجلي عشان اتعبه، عشان لو هو خد الكرة هو اقوى مني واسرع مني. فعايز دايما ازهقه لغايه يعني ياخد الكرة مني بالعافيه. صح ده اللي بيعمله جوارديولا. طبعا دي مدرسته ودي الفلسفه بتاعته. هو بيستحوذ بشكل كويس طبعا، في غير الاستحواذ عنده انتشار في الملعب، عنده جمل بيعملها بشكل كويس، وبيعرف كمان مانشستر سيتي اسرع فريق في العالم اول ما الكره تتقطع منه بيعرف يجيب الكره تاني. ايوه صح، بيضغط في نفس مكان اللي الكره قطعت فيه. صح،